ساعات قليلة كانت تفصل مراد وشركائه عن إتمام صفقة بيع أكثر من 6000 دجاجة قبل أن تحولها النيران التي ضربت منطقة معلة بمقاطعة البويرة إلى رماد. خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي، طالت أيضا أشجار الزيتون وصناديق تربية النحل. النار بدأت من البارج اللي هي وجات منا كلاتنا احنا اللي سير من هي بالجاج تاعهم بلي جروب بالماتريال، وهي جات درك لهنا. حنا انا البارح حصرتني النار لهنا، دخلت بالطوموبيل حصرتني النار له. انا نحرقوا لي 3 ليسار، كاين واحد كان فيه الدجاج، وهاوليك صاحبي نحرقوا له 3 ليسار، زوج فيهم الدجاج، وربي يعوضنا ان شاء الله. مقاطعة البويرة نفذت خطة إجلاء سريعة بعد اندلاع الحرائق بمشاركة الحماية المدنية والسلطات المحلية التي وفرت وسائل النقل والإيواء. الخطة اللي كنا مطبقينها في القطاع هو كانت الأولوية لإجلاء المواطنين، لأن بارتفاع المحسوس لدرجة الحرارة والانتشار الرهيب لألسنة اللهب ونظرا لارتفاع درجة الحرارة، كانت الخطة الأولى وهي الإجلاء المواطنين عبر مكبرات الصوت بسيارة الإسعاف وشاحنة الإطفاء لإخلاء منازلهم ووضعهم في أماكن جد آمنة كالمدارس كالمساجد. الحمد لله ما كانت في حصيلة ثقيلة. وزارة الداخلية شرعت في إحصاء عدد المتضررين ومعاينة الخسائر للبدء بعمليات التعويض التي تتكفل بها الخزينة العامة. الدولة دائما راهي مع مواطنيها، ما يلحق بهم أضرار يلحق بالدولة، ما يمسهم من أضرار مس الدولة، غير ممكن أبدا أن نتخلى عنهم. إحنا المهم كما اليوم دروك اللجان راهي تخدم، راهي تحصي كل هذه الأضرار، وراي تحصل الناس كل المتضررين باش تعوض لهم. رانا نحاوسوا كيفاش المساكن اللي ضيعوا ثاني قريب اكثر من 34 واحد اللي ماتوا مساكن ذلك ذلك ناسيوهم ناظروهم. ويأمل سكان المناطق المتضررة جراء الحرائق في الإسراع بصرف التعويضات وإعادة ربط المنطقة بالتيار الكهربائي مع الإبقاء على حالة التأهب في ظل استمرار موجة الحر. عشرات الأشخاص يشتبه تورطهم في إضرام النيران عمدا يخضعون للتحقيقات في إدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما تتعهد السلطات الجزائرية بتعويض المتضررين من الحرائق فور انتهاء عمل لجان التحقيق. محمد برغل، الحرة، من ولاية البويرة شرقي الجزائر.